بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق وأشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مثلسة بايبكم أنا أورغ عليه الصلاة والسلام رد إلى ثبيت سنب سنجي باب باي بي كي ابونك ان تلسى لو هنجي دا خور خراب حديث اوري سنروخا او دا شو زان تلسى هنجي عود سنود سماج انا بوخا نتلى دا جانب نتلر بيك رابات بوت اوت ريك ات نتلسى دو اوارغا سو عليه الصلاة والسلام موك اراو صفات هاو ها دين انجي هبون تو اخير او دا شو زان دوت اخت صاو رمخال تو بتصاون حاو بي كارو سنجي الحيبو جيل عدم اتصابوا تو اوارغا سو عليه الصلاة والسلام عاجش اگر گذاشت صفات بود آدم کل چیا سوژانی باق ارزه. اینکه سبیت سنا آورگا سواله سوده سمیگیش کی نوکاراس کی نوکت آم کی نوک عرب. اینکه آورگا سواگا سنا شو خواهی اشو کی موک عرب. کی نوگوچو بیان هاون بی سنا هنچی آورگا سرت اولوک عرب رت الهشون. حدثنا علي بن حجر حدثنا الفضل بن موسى عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة قالت أي أم سلمة تسألنا كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أورغا سبي شمط لولد إلى ثبوك أنا القميصة قميص قميص شبجو أن تسبيت سموك أنا عرب درستاقي هذا عرب أزو خاسكو بوك أنه دوسنجي بكي نصريت أوليب غردي بوكو حتى أخذ شوزي عموك أنه حجاو دي عمرو دي أروش هذا جين تلدا بيخو دوزهت أنه حدثنا زياد بن أيوب البغدادي حدثنا أبو تميلة عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة قالت كانت عن جاي أم سلمة ناخي أمنا كانت أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أورغا سبي شنغو بوت لبوك أنا يلبسه القميص ريت إذا بوت لبوك قميص بوك أنا أورغا سي هباك أدا جانب دو لغات حرامات سلو تنجي غاري لكي دكتور عارت لاند شو أو دقيت أريد إلقي هبوا عادة توضاع مرسة طلاب علم التصاول عدم طلاب الزحاوة ثياب أمن ريت إلا جيام بريو دابودو شارة بقات سنجي كيدا ودو تو محنا ريت إلا أبرف جوا ثلاث طوارو نتلسة دو أورغس عليه الصلاة والسلام ناخ كي بوت أودا باخون تو حمامة چالما ودي تو باخون قلت إزت أطلوان لأبرف تو باقات لي ثياب لأبرف رايحوت إزامنا تو بوغو خامو قدو سنجي هاباك او دهانيب ابز بوتل ربجوغو هاي ام سلمتي اورغا سريت از بوتل لب سايغت هابيز غورو عودوبت اميز غورو دو خام سنجي سواز هادينغو هديه تام تلز غورو تشوغي جو اخلي غورو هاب ريت ال حساب او دريت از اورغا سي قميص بوتلوان دتو حكمت كي بوك انا خدو عرب ازو بوك انا خدو كونغي لسانريت سينرغو دو اورغا سواله صلاه والسلام تو زمان دهانجی از بوت لوت لران باد آباد آب رت ال بوقین چه لخا سعی دوزو بوق آنات تو احرام عدینانت اسنجی قرطانگی جمل لبجو ریداگی ازارگی لب خودانجی ها عدینان هنچی دو بوقی میخال تو کل حاوده قرقلا باختون چه زاب زحمت هو کنندش زمان زمان دو بورت هنگول تی دو قرطان بخارب دو شوا ها بود اسنت را دو بورت هارون شوا رو کن صد سواگاسان سبیلون شوا رو کن کاک ولی میل ده حب عدینان کی دعوت سوژین دیگو بر باهی هم زیکوله بکنند او خامس بگو بیشان تراب شیم نگیرد اول غلاب زیکوله رو خرقا وگی شودشون رعات لندشون باخشون لبکینش. قال هكذا قال زياد بن أيوب في حديثه عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة وهكذا روى غير واحد عن أبي تميلة مثل رواية زياد بن أيوب وأبو تميلة يزيد في هذا الحديث عن أمي وهو أصح. هنجد قولا لأن طلب الحديث بقو حدثنا عبد الله بن محمد بن حجاج حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن بديل يعني ابن ميسرة رقيلية عن شهر بن
حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت هنجي أسماء بنت يزيد هل بيسونا بقو كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم أورغا سنة سامنا قميص رت وبطلوان رت إزي دو قميص هلو قواروك أنا أورغا سوب عليه الصلاة والسلام إلا رسغي جوشورا هاو كيستا دي شوزي عن هلا دينان هاو كيستا خشوزي عن هدينا مك أنا أورغا سودو خواتي قوازو سنجي توبيت ادي شرابوك انجو دوشوغي حكمتان وعلم زواس خوا بوغو توصاغو خواتا بوغوناني سو تيرخا قيچي اشلغي حبول تولوجو اشلغي دوشو كوكو بوكونيلا قوقلوك اني گيداني كوال قوقلوك اني يا صويلا بو خادو يا صروي بوك ابو حي بوك ادو زراو حبول لدوش باق اشوصاغو بحيسي كارمه غيجاشي هي بوغو صويلا وداسا هيلا او حسیل او دا اوارگا سو علیه سولات واسن تلید از سونی گی باک اشبات هیزه هیچ او اوارگا سو راتلیل صفات هبول باک او دا بیت سونی باک او دا اوارگا قوال قو قبجوریت ان اون سوه گی با اشبات هیزه هیچ او این تلید دو بوک اینگی بوک اینچ اوارگا سو دنان علیه سولات واسلام سنگی تو اوارگا ستا نخری تلینی اوارگا سو سونت سونی زی بطل را چی اسه بی خیزا مکونا قوال خ قرآنی مود نگی بگو هدی نم کی نم قرآنی بگو ده حب روگی بگ اصل عدمت وق آوا خارون کی نم گوییه سبی خیزم مثال خواهد راست تو میخواد صدینا شواست شای آورگا سوگی بگ آنا شان عدنگ اصلا رود آد شای دو سوراخ آدی راک خوزی کلور تو خان تلی ده حتی شای دو زد تولب شال بگو نگی میگیش تان اتو چی از قاچ آنا میگیش گی صوگی جوگی همونا آورگا سوسونات بگو و قاو قاب رو کرد اونگو هب شای هیت آدابه چو لن تلجو دوبا ابو ورو اورغا سوي سو توسم حوت اذا اورغاس كي دوب يهاب خو خو تجريت او ان نيل ابرا سنه صني ودري راچونارو شرع عادت ادب چويل ابرا جو دي نخي كانصو سنغي دو قو قو قبجوريت اذا ليك ابي چودو بيكين شي اسه خاص كو دحب غوج دتلاندا حو قوت او شي اسه علم زواست اكدا خمو دوجو حرام موكين کارهات کورو لیت چون این لیک اوگرو حرام مگ هوچو تلاتا حال قوت و چیه سه به چجور عدم و چیه چجور عدم و دبی خلیشوی قوت ای وقت خنی ها قدینان ها قب هوچ دوگون قو قوچون حرام مگی لخام مگ عالم زاست اخاد کل سنجی سوزان ما سال بقات رهت اون تلسا هند دوره حاوت ول بقات لیت از رسوک اونا سو بانیا هند دودن بقات لیارش ره نتلسا دوره رهت او عدم اثر خون میخواد رهت از لیک ابتدون هیچ کدوم. آوره که سوالی سوال دوستان سنت اون زبان تراشیاس رهت زیب کو خلاط هم جا. چنگی هدین کو هبک آدا خدوق خوبچ اینگی با تو آخه. هدین کو چهال زیک کامنت لید آوره که سوع عجیبک اثرچ و آوره که بود آدا سجوب خوانین. بود آدا بهت ارعیت گیابون آوره که سبک اینچو. احیانا صد سومی خاطر نخامو کدوم با صد سبک ات جانی رو قب جانی آوره که سبک خوانیلا. ریز کو بهتر بکنند. سعی بکن تلاش کن. یا حمامت دو چالما بکنن یا سعی دو غلطان هم تحقیق کنند. اصلا جمون بکن. دو بیا جیب کو حمامت بکن. چالما بکن. هدی میکنن. ریز کو بهتر بکن چو آورگا سلام سلامت و سلام. هی بگو آورگا سو سلامت سنت اونی زبود تر و چی هست؟ سعی هدی نبکن حقایق. سنجی کوتاه و داره قوّل رو خواه. هنچ مثال که کی نبودنی که سنت اونی زه بازارچ ایل امتصاص سنت اتول بعدت کی بک اونارو. اما کوتاه و داره قیچ روبک اونا. آوارگس تومک آنایلگی آمون راس کی بیشانه خواتاب مگهش کی بیشانه حتی انتله سدوراس حتی حکم روگ بگ ات کی مک آنالگی بیت سومک آنا مگهش کی بیشانه سوگی سوگی جوگی سنت ات اونا نه سو رد و ابری جوگی سنجی رد و قوّل قابجوگی شانه تو باخچه لامنت آدابش ایلا بودن کت. تو بچه گو دو دینه مکینش اصل صفات آورگاسو. جاقانه کت سبزی یا لگیم رید ولی بچه جاق ابریجینگ یا مودی دین نشل. تو بچه نرمالیش هست سو زمان دورتلانت اجوب کار بچه گو تو. حدثنا أبو عمارة الحسين بن حريث حدثنا أبو نعيم حدثنا زهير عن عروة بن عبد الله بن قشيرة عن معاوية بن قرة عن أبيه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هنجي أو معاوية بن قرة تساس أبو جواج أن إلى أورغ السخي عليه الصلاة والسلام
في رهط من مزينة سوقوقا مزينة أبرة تخمة لدول عدم زو سوقوقا قبيلة جواج أنا أورجا سخي شد واج أراو لنبايعه أورجا سقوط يابز سندوي إسلام موسى إسلام مشت قوت يابز واج أنا إسلام موسى هنجي هسبي بيت سناب جوا تودين واج أرام نرجين دعو أورا كيو يكرا وإن قميصه لموت لقون دوس أورجا سو قميص تقول أنا كارن دست أبراه أنا او قوالا ياتلين دوس امنا زيرو قميسي مطلقون توباروك او دو مرغاوروك اني ريچون او ارغاسو جيندگو بيخار قايت ابو حسن جبيسونا قوالا هس ابو واو گفا ادخلت يدي في جيب قميصه دو گابورا شورا قودسان موغ سر حسن جيس او ارغاسو دو وجان كوربي هنيلا موغس فماسيستو الخاتم دو اورك ليثو موغ رودا كورگي غانا ديسا دو چانگو حکمت وک ان رسو گو دو جانی دو سبگی اورگس علی صلوات و سلام اسلام و سواج ارو چی دو سرع مکن لو اورگ کی اسو صفات او اورگ هدیه دین جو گو سو علامت او هدی نور گو هدی نور گو دو سببی سر حدیث سوداگی کنه اورگس علی صلوات و سلام دو صحابی اس دو بی کی زبوتم کن بیچ ارم خل دو دحب ادریت ارو بورت کی زبر حجی بیت ارو ساتو اورگ کی اسو مهر دو سبی کی ز یقین دو سوتی کن اورگس او حق دینان گو سنگی تهانی گهدین گو با تیزی رس بگو تو آورگسی علیه صلات و سلام بیچون دوستی قرآن گیو جوگون آورگس سنگی دوستی تو به تو غاز اختیار تهی حدثنا عبد بن حميد حدثنا محمد بن فضل حدثنا حماد بن سلمة عن حبيب بن الشهيد عن الحسن عن أنس بن مالك أنس بن مالك سبي سنوغو أن النبي صلى الله عليه وسلم أورق خرج قد اتلوانا رقصة وهو يتكئ على أسامة بن زيد توجيوك أنا أسامة بن زيد دي واتشون حبوغو أورغا سو خليل انتت أدي جباج ان زحمت أورغو جميخ صلى الله عليه وسلم حقا ديموك أنيجي توجين خبالله جماعتوك إناش جماعت كاك بايزي عدم أتلق قد اتلوانا رقصة أورغا سو عليه الصلاة والسلام واج أنا هو أنس بن مالك سأبوغا ودي دوي كان دو أسامة بن زيد دي واتشون زحمته كناش عليه له مخات عليه ثوب قطري اورغ سبوك انا قطري هباك بوخه هل هباك اثورت البوك انا اورغ س قدر خرب جوك انا اورغ سو صلى الله عليه وسلم قد توشح به هيكلسو جمر عدنوك انا اورغ عليه الصلاه والسلام قدرت اندوبغون حدنان دوشو جمر عدنوك انا اونتونج شي صفات ودخه هانجي هو اسامه بن زيد حسوء من هو زيد بن حارثة رضي الله عنه هوجه أورجس واسلير عن يبون كرو خدو قرآن شو آيات ريشن الله سواح ريشن تو نتلر جو غوري واس هي خيز واشر واس نتلر جو عند إذا هو وارب شيء أوديت أريد إلا بل واحد أواس كريشن سنجي تولا خدو دو عن هوا رو أورجس ودينا غوبير بابا يجيبوك أنوسي خون ودينا سنجي هي خيز هي خوا دو تو بقو تو بق أتلبش إنت لو رجوك أنا نتلر سا هي خيز راشر أو خيمة راشانيجي تو هاو هي خيز واشر وشيء أسي عند إذا هو وارو دو هاو إذا جيبه وارو حسو واسو جين أبونش إذا وزي بيو وارو سنجي إمن شي هابي زي بيو واسي إمن شون كين بيو وارو كيما دوي سنجي هاو زايد بن حارثات حسو واسو جو أسامت أورغا سي عليه الصلاة والسلام كوتا كالداك إيوغو جيوتل إذا جيوتل لو كارو حتى دو صوص الصحابي أستو أورغا سو عليه الصلاة والسلام سيما خيني ريس بو جيب جو أورغا سي بيت سينيجي كولا بيت سوها دو أورغا سو سيما خيني بكين خالب جو حقا دينام جو بيت سينيجي أسامت بن زايدو يتولو كونغو تو تساقو تساق أورغا سو هوت لو كينالكي سنجي هانيب سو جيو توريت إلابوا أسامت بن زايدي دي واتشن شي أورغا واتش أو شي غوري جان سو شو كون اون ترى ميا خيد شو كون خدمات على خلو خاتي جان سو اگر بوجرو شايرو كون هدينان تو جان سو شو كون أورغا سو هوت لو واسو كون هدينان دوستي واتشون واتش اينا دو هيمي خات سنجي دوستا بيك كان لا قادر خراب جو دو سلك جيمونك اينا أورغا فصلى بهم سنجي جماعت كون تو كاكي بانا وقال عبد بن حميد هو عبد بن حميد سأبوه قال محمد بن فضل سأبنا سألني يحيى بن معين عن هذا الحديث
يحيى بن معين الزديد إخانا هل هاب حديثة لحقاته لم نتلسى بيت سراب حديث أول ما جلس إلى يديدي أسكوي قواج عندما بديد دس حديث راعي نجيبوت لهم أسكوي كو سراب حبا ودقوت إخانا دوس فقلت هنجي دي ساقي حديث بيت سنبابي كان دوسي حدثنا حماد بن سلمة تلقيم دوسي سلا بيت سنبابي كان هنجي يحيى بن معين سامنا فقال لو كان من كتابك منصدود ساقوي حديثة وقربت إخا ودي وكو لأنيلا هغدا عنجي محكان تيت أبا بابون تسو حرفة لسن غلط كيلين حنقون ودود سو خاربت إخا وسن تصولي عن دود سيبلا أبون لدوس سنجدو محمد بن فضل دي هانجي محمد بن فضل سأبو أغو فقمت لأخرج كتابي دون وقعنا دو ديرغوت إخ بوسي دو رقو جانو تليني فقبض على ثوبي جوا قرمي أخلي يحيى بن معين ساب رتقل أدريت أمكار الكون لجن دير وقنا وشياسو ثم قال حدوب أمنا أمليله علي سنسو إن لجن دير حديث في سيلة دوسا فإني أخاف أن لا ألقاك جو حنقون جلا منجي جو قد أقو دانج ألارين مدو جانو يتلاني تسوان جو كيلي يا مو خويلة يا دون خويلة شيب كيلي تارو تسنسو يب حديث بيتسا وسبيتسا نبكي حاوضا فأمليته عليه دو سيدو حديث كدي تسبيتسانا ثم أخرجت كتابي خدوبو سينسا ديرغو تكتو بسا فقراتو عليه تأخو دساقيت ساونا ها غادينا حديث علمو نتلسا بيتسانا خدو دينغو نتلخش رعارتلان دي شوم دين باج أنا حديثة لو علم زباسا هاو يحيى بن معين محمد بن فضل هاو شعيروغ حديث علمو جان الكوتاك هاو دا بير هارو علم زابي هاو يحيى بن معين هنیم چی گفت سو علیم زاوس آب و هاو شیم نگی نیچه اون شیم نگی چه حیچ اون آنیلا محمد بن فضل دیت سوید و حدیث باسی زخه هد عنگی هاو کیاوگوگی حدیث علم و جانر کوتاکاو شعیروگو کیاوگوگی خا سنجی هاو یحیی بن معین حسو حقاصل علیم زاوس آب و الامام المشهور هاو گیلا مشهور و امام سند أمة هودا جانو مشهور وشو قلوا يحيى بن معين هاوغو إمام أحمد الزمان دوك أروشي إمام أحمد السادق وديوك أناو سنجي جيجي أبو أبو سنجي الذي كتب بيده ألف ألف حديث هاو يحيى بن معين وقلوا جندير كورش مليون من الحديث حديث قروشي كيرش مليون حديث قروشي هاب حديث اوغي هاز كيد داغو هاب حديث علم العدم مسا مثل دبيك وكيناز محكان اول هاب بروست حديث كورو هاب سيبوتشكا غونجو تشانغي حد عن سيت احنا الكيغو شاب غراي بو جيب كون حديث حاب غو حشو كين رسو سلسله شو هدينا هاب كيننا بو بوكين كول بحوضه سنجي كنا نجي علم زبي حديث علم العلماء أدري قن إلى حديث علم الإمام دو كنا سجي سنجي دو جيجي إمام أحمد السجي أبو نلا تو تو سخن تو جو أبز تلارو شيء سخا إمام أحمد السجي أبو نلا كنا نجي حديث يحيى بن معين دجيب الحوارب هيب جو حديث كوري له هيد عنك خدوسات الحوارب جو بوكينش إلى حديث له هذينك أوديو إمام زبروغو حديث علم وحلو حدثنا سويد بن نصر حدثنا عبد الله بن مبارك عن سعيد بن إياس الجريجي جريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال أبي سعيد الخدري أسأمنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أورغوك أنا كنا إذا استجد ثوبا أورغا تسيابرت البوسهر ميخال يجي تسيابرت الشورة ميخال أورغا سعيد عليه الصلاة والسلام سماه باسمه توب الشورة برت إل توب رت إلا تتصارع دا أبوان لأورغا هذا قميص سنجهاب قميص بوغو سنجه هذه عمامه هاب عمامه بوغو شالما بوغو غودينان شيبودت سارغي ابوانلا ثم يقول تدنا دوت سيبرت الشرمات اورغس تعاب وانلا اللهم لك الحمد الله توي بوغو خريص كما كسوتني تسدي هدينا ريت التورب اسالك خيره دي سدود هارو ويشلكلي وخير ما سني على هيب سندو يجب هبو مقومات هنيجي هشلكلي واعوذ بك من شر هبرت إلى الكوشتية ودى ساقيت سوني هارو ودى ساوادو دي وشار ما سوني على هو هبو لما سون دو يعوي بابو مكوماتان نيجي هلي هب كوشتية ودى ساقي هدينام كوش امنية تودو بكوماتان هل دا ساقيت سوني تابو بابو لندي سا دو دا سايلا هارو واسنجي
حبد دعاب گوازن سیبرت الشورا میخات حبیزگی بی خیزاب را سنت و دباج عرب دعاب گوا سنگی حنیب گی چوگی دو اورگ صلی الله علیه و سلام رحبرت الی دی خودین ابیات حکمت حق انا نعمت اواز شند تورا دوب ظاهر هبون اواز رتسم الحمدلله اواز تورا هله حبجو چالما بوگو الحمدلله حبجو اواز تورا گورده بوگو هغدینان گی هبون اواز شند تورا سنگی دوبرت الی شکر هبون هدینگو حدیث اودا ماچ انا من لبس ثوبا جديدا فقال هيو تشجين ستسيبرت الجشون سيبرت الريت أراو هيب جريت أن هل هاب دعاء هبونني عمر أسكار ودو خارو أخزا دعاء خاربك أتلوك أن هاو رخصون جاو دعاء بي الحمد لله الذي كساني هذا أواس ريت بقو خال هابرت الدي تلوراو تدريت أراو ورزقنيه تي هبرق زلون جتلوراو من غير حول ولا قوة شمني جدير قوة جانب هيج أجون دير بجاري هيج أجون جندير قعدت قد صوبه ودا تنادي تلورا ولا حب دعاء هبوني غفر الله له ما تقدم من ذنبه الله سبي انشينا منه شيء سچور الله هبوكو حديث هذا باش ارا رودو اسكار قرابك خان غيرو كونيل هدين قد سنجي باش انا بيتون واما من راى على غيره ثوبا جديدا سوشيا سنتلدا سيابريت ال شومي كرامي خاش نتلتا دوستا باركيز ليك ابو جيلا فيسن الله ان يقول دو سي ليك ابو جو سنة ابو جو دوشيا سي ابيزي البس جديدا وعيش حميدا وموت شهيدا سنجي سيابريت ال ريت ام بارك باركو ها دوسا سنجي اوسو اواز دو بيت سول حاودا ليك اب حاودا عمرو جي هابيوتسا که دو کیوان از جیوی دستون نیل و خودینان عمرو گیه به دوستا شهید لونگی خوایل آم ها قدینان دعاه بیزه کلیک ابو گلا تانی بسیج خواب بگوت اتصی به آورگ سالای سلامت و سلام عمر اصحاب سیابون یه دینا دعاه تو تصیه برد الیت امی خرامیش جیگی آورگ سالای سلامت و سنت و سبوگو تصیه برد ال شورا میخار ورد بک عرب صوگی ازت لی صیا خورا رید ایزه گو صیاره هنر بجوری رت از به هول چی است رت ای ادیگی جیگی شیم نگیرد خلنج ابرد ال وگونانی سعی چی است لیگی هبگی سنت وگو ای ابرد ال شوآن غورت لوق عرب آورگ است قوان علی سوالات وسند سعی است سعی چنگی وگو اونا نتلت سگو رت از گو رت ای اداسا عربیا خراب جد توجی راست کند لیت لونچ جیگی رت از به هول حاودن لی بوگی غبوسیچ زگی سعی چو حیرنت از وو نتلت س خودین سعی خراب جد لزج چدو حدثنا هشام بن يونس الكوفي حدثنا قاسم بن مالك المزني عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه هل أنجي هل هب بيت سرب تسيبوش كودا جيباج أنا هدينا بقو حديث بيتون هبوقو دوت سببيت سر حديث قاك إيه لباج ونرجو حدثنا محمد بن بشار حدثنا معاذ بن هشام حدثنا أبي عن أبي قتادة عن أنس بن مالك أنس بن مالك تسمج أن قال كان أحب ثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أورغسي راتل بشمط لبجوبك أنا يلبسه الحبرت ريت إذا أورغسي بشمط لبجوبك أنا حبرت حبرت هنب خوابوغو شرح العلم زبطسا هبجوبوغين بردون يماني هبوغو نتلسي يمنسكي دو بردو اینا بخواه نکیت کودید ادره خولیب جو آده هی بوگی لیب من قد نین سنگی دو خوب و کتلو ها براب محبرین سنگی برد سنان قچ عرب هنیسان سناق اشال گرو گیب ادره خولیب نکیت کودید اوارگا سه بیشو مطلو لارید الاتلو هی بوک انبی سنان اناس اصحاب است حدثنا محمود بن غيلان حدثنا عبد الرزاق حدثنا سفيان عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حسب سنبو سنجي أبو جحيفة جين دويخنا أورق صلى الله عليه وسلم دي دويخ رمال هستابوك أنا حلة حمراء تسبيه بايبي خودا جنتلس حديث هذا بيسومك أراب أسان ريت أولبجي غلطان جيم أولبجي خام كيغو خام بوك أنا أورق سريت أراب بعرب كأني أنظر إلى بريق ساقيه دونجوك أنا دوسو سنجي دوب حنتل سبيت سمك أنا أورغسو بوختو دا راس بوك إنج أورغسو دوسو دو بوختو زو كونج إيا تلق باوهر أو چي عدينان بوك أنا دونجي دوس معنى تلوه دوب تأسان ريت عرب جو هادا حلت أبرب جو لك إيغوريت إلا وطوريت إلا بوات أسان جيم لبجي ورتلانجي دوس معنى تلوه دوب حد آخاد شورا بوك أين لأبرب سنجي هنبجي سوگی
نتلاقيه سبيك كميت سا حدث هذا بيت سانخ أورغا سبيشون مطلع القميص بوك أنين هني بيت سانسين كي بيشون أورغا سب مطلع جوك أنين هب حبارات أبروجنا كيت كات أدري خول هب يمينسكي هب حشوس إني علم زبص أبوا كنا بوك أنك يا بوك حدث هذا دي كون قلت هج إلى أورغا سر قوجان الجنير بوك خزان أهو جو جم خات قميص كيرت أنك أنان عدم مطلع وخون مخات أصلا دول دوب رخول بجدوم نكيت كهذا برخوينت أدي عدم مطلع وخون مخات قوجي مخات سنجي عادينان صوت أوت كو كونان دول دوب أمنا دو صحابي أس أبو جحيفة تسا دوب حلة حمراء بوك أني لا جند دو سبيك أنا دوب قتل قال سفيان سفيان صبرنا أس أمنا أراها حبرة تسا تان هبجو بوك أنين أو رجسو دول دوب نكتس أبو رب حبرة نكيت كت أدري خول حدثنا علي بن خشرم حدثنا عيسى بن يونس عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال ما رأيت أحد من الناس زين براء بن عازب سأبوا وديدة صنيجي شويكش وعدمت لا أحسن هو أورق سسبرسنو في حلة حمراء جندة سنجي دوب حلة حمراء بوجدو من كسر بيت سر هذا بريت ألت أتبوجيو من رسول الله صلى الله عليه وسلم أورق سسبرسن شويكش إلى إن كانت إن حقيقة هذا حق لونجو كان جمته يسود براسبوك أنا لا تضرب قريبا من منكبيه تسود غجيب تردش شون شريج أقوموجي إن سنجها ولا بزي إن تخفيف أبرابوكو خاب إن حق لونجو لا برمانا إن شرطية كورو حدثنا محمد بن بشار أنبأنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا عبيد الله بن إياد عن أبيه عن أبي رمثة قال رأيت نبي صلى الله عليه وسلم أبو رمثة أبو وديد أورغوكنا وعليه برداني أخضراني أورغ سبوك أنا كيغو عرشينا بريت أرجوك أنا أورغ إيغو هم نتلت سبيت سراب كإيغو ريت إلا أوراق السابق أنت أصلاً ورطلان جيمو لبجو رجشين أوروك أنا أوراق السا هنجي أستوي كرامل أوراق السا يدين أبريت إلا بكو موهب رجشين أرغيرات ليت كوتا كالدا بيت سولب تلروغو خيب سنجي قرآن دا تدعنو الله أستوب آيات هودا جانبجي أو جانا شو أهو أسلي بوك إنبجي دور ريت إلا شوغي صفات هلداتو نابونا هب رجشين أبريت إلا حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عفان بن مسلم حدثنا عبد الله بن حسان العنبري عن جدتي دحيبة وعليبة عن دحيبة وعليبة كيغو صبابوش كبروغو عن قيلة بن مخرمة حدثا ميتسماج أنا قالت هل أبنى رأيت النبي صلى الله عليه وسلم جند أورغو كان لا وعليه أسمال مليتين جند أورغو كرمال دستابوك أنا باسري يبغو سو أسان ريت عرب كي إيغو ريت إلوك أنا ورغساك إيغو ريت إلوك كيداغو نتلس أبلي أبت أسان كي ورطلانجي جيملي إزارجي ريداكي باسري يبغو كاندو كاناتا بزحفران سنجي دوبو كي يبغو كي زحفرانات بيشونجي بوك أنا وقد نفضته أما دو زحفرانات لو سنجي نور سموك أنا دوش بيشونموك عرب سيس هذا دو سو أسارو دسان جيبغو دوبت أساموك أنا هميريت إياس ريت إل سنجي أورغاس عليه الصلاة والسلام عميري سيبوت قلو جبوك أن ريت إزي دو باسري أبريت إل بعد ستجيت سونون باسري أبريت إل وكونا أورغاس عليه الصلاة والسلام وفي الحديث قصة طويلة وحادثة وجان سين خواهات قصة بقوة عدن أورغاس أسكو يجيج كون دو باكارا أورغاس عليه الصلاة والسلام بها بريت إل جريت أوان أورغاس أوراب حدودنا بريت إل دوب جريت أوان عميري سيزمان دا أورغاس سيبوت أوان هغادينا بريت إل جريت أوان كيني سو صحابي هذا أسكوك أسونج من أتلاج أن سو صحابيات توش أورغا سيطلو عليه الصلاة والسلام كتاك هذا بهاي سنجي بيرت سينا وخاج عرب قرديت لو أورغا سي تو قميس هابيزي جيابون هابو جين جنسا جندير كو كويرا سا كوخو نابرا بجي لأمون أورغا سي قابو جيابوا ريت إزي جريت أوا دو غورت لسو صحابي هاس أورغا سي هاروا سنجي جند شالو سيبت أوارا بلا سنجي أورغاس عليه الصلاة والسلام دو بوك عرب غريت سيغريت أمباق خزي باقون سوك إزي سوك انتلوه دو سوخي خيري وارا ميخل دو صحابي سعيبش أو دو سا دو سا شاي أورغاس دو دي حاجات لبوك إنجي بيخ خواغو أورغاس دو بوت لمك عرب لكي بيخ خواغو دو بحار عرب دو سا أبو جند نوي سعيبش أو جيلا جند للي حاجات لكون قولي لبك عرب جند قراموك أنا جو خارا ميخل جند مسرولون ريت إزي أورغاس دو چير خوضا وارب جو اللي هدينا بركة الله فبون دو صحابي أسا جيجي جيجي دو باق خواب قو دوك أنين عبد الرحمن بن عوف بيشو ميشي دو أصحاب زادسا تو توچنا كونج انجو دو دي أورغسو بركة جندي شويت الله بابي قروني
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا بشر بن مفضل عن عبد الله بن ابن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس سمنا أورغس أونين عليكم بالبياض من الثياب نجسة ريت إقحى حبرت إل ليلبسها أحياؤكم نجس نرجوش أجوز جريت إبخا حبرت إل وكفنوا فيها موتاكم نجس نرجو خارو شعجي جمه إبخا حش خا حبرت إلش فإنها من خير ثيابكم حقل وهبوجو بيشون شيك أم نجرات لتلا هيبوجو دبسونا تب خا حب مسول خا حبوك إني حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمونة عن ميمون بن أبي شبيب عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا البياض نرسلت إخاحب فإنها أظهر وأطيب هبشن ثيك أبغي بشن بتصد أبغي بقو وكفنوا فيها موتاكم نجس نرجو خارو شعجي هبخا حلول سنجي جميل أبنا أورجس عليه الصلاة والسلام الحمد لله رب العالمين هنبتزن خواش وابو شو أهل ماج أمبرزين